أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول. في هذه الليلة وقفتنا مع أربعة مصطلحات ترتبط بانفصال العلاقة ما بين الزوجين: مصطلح الطلاق، الخلع، المباراة أو المبارأة بالهمزة، والفسخ. هذه أربع مصطلحات نريد أن نتعرف على الفرق بينها وبعض الحالات المرتبطة بها والأحكام. طيب، ما الفرق ما بين الطلاق والخلع والمباراة والفسخ؟ الطلاق عنوان شامل، يعني كلمة طلاق ممكن استعمالها بمعنى شامل وممكن استعمالها بمعنى خاص. لما نتكلم عن الاستعمال لهذه الكلمة بالعنوان الشامل، سيشمل الطلاق المتعارف اللي هو بالمعنى الخاص، ويشمل الخلع، ويشمل أيضا المباراة أو المبارأة. بمعنى آخر، الطلاق والخلع والمباراة كلها طلاق، كلها من أنواع الطلاق بالعنوان العام، بالعنوان الشامل. فإذا عندنا عنوان كبير للطلاق وعندنا مصطلح صغير للطلاق، فكل هذه الثلاثة هي من الطلاق. أما الفسخ فأمر مختلف. تعالوا نشوف الفرق ما بين الطلاق بالعنوان الخاص والخلع والمباراة، ثم بعد ذلك الفسخ. طيب، عنوان الطلاق بالمعنى الخاص هو الذي لا يكون فيه فدية. شلون يعني ما يكون فيه فدية؟ هو إزالة قيد وحالة النكاح بين الزوجين، اثنين متزوجين، علشان ننهي هذا، نزيل هذه العلاقة الزوجية. هذه الإزالة تتم من خلال ماذا؟ في الزواج الدائم تتم من خلال الطلاق، ويقع من خلال صيغة معينة. مثلا يقول: أنت طالق، أو زوجتي فلانة طالق. وهو من الإيقاعات. احنا عندنا عقود وعندنا إيقاعات. العقد يعني اثنين، واحد عنده إيجاب وواحد عنده قبول. الزوجة تقول: زوجتك نفسي على المهر الكذا وكذا. هو شو يقول؟ قبلت التزويج على المهر الكذا وكذا. فصار طرفين لازم يتوافقون، واثنينهم يصدر عنهم شيء، إيجاب وقبول. هذا يسمونه عقد. فالزواج عقد. أما الطلاق فإيقاع. شنو يعني إيقاع؟ يعني واحد فقط هو الذي يقوم بذلك، هو الذي يوقع ذلك. الطلاق إيقاع، فلا يحتاج إلى قبول. في العقد قلنا هو يقول زوجتك، هي شو تقول؟ وهي تقول زوجتك، وهو شو يقول؟ قبلت. في الطلاق إيقاع، ما في بعد قبلت، وهو يقول أنت طالق، انتهت القصة بالشروط اللي ذكرناها الأسبوع الماضي. هذا الطلاق. في الخلع، الخلع من أقسام الطلاق بالعنوان العام للطلاق اللي ذكرنا، قلنا هو نوع من أنواع الطلاق، ولكن خصوصية الخلع أنه يتم بفدية تقدمها الزوجة عندما تكون كارهة لزوجها. لازم شرط الفدية ولازم شرط الكراهية، يعني لازم الزوجة تكون كارهة للزوج، ما تبي تعيش معه. مرة اسألها القاضي مثلا، يقول لها: أنت تكرهينه؟ تقول: لا ما أكرهه، بس أنا بعيش حياتي حرة مثلا، ما بقيود زوجية، مليت من حياة الزوجية، وأنا مستعدة أعطي الفدية. هل يقع الخلع؟ لا. شرط في الخلع أنه تكون الزوجة كارهة للزوج، فحين ذاك يتم الخلع بالفدية.
شنو يعني فدية؟ يعني تتنازل عن مهرها، يعني تعطي سيارتها، يعني مثلا تتنازل عن المؤخر، شيء من هذا القبيل، تقدم شيئا من المال تتنازل من خلاله عن ملكية لها، وحين ذاك إذا قبل هو يقع حين ذاك الخلع بصيغة معينة. ولذا بما أن الخلع من أنواع الطلاق، ولذا إذا وقع بينهما خلع ثم طلاق ثم طلاق صاروا كم طلقة؟ صاروا ثلاثة. ليش حسبناهم ثلاثة مع أن الأولى خلع؟ لأن الخلع من أقسام الطلاق. شي يصير بعدين؟ حرمت هذه المرأة على المطلق حتى تنكح زوجا آخر غيره. والفدية تكون بمقدار المهر، كل المهر المقدم والمؤخر، أو أقل منه، مثلا بس المؤخر، أو أكثر منه. نفرض المقدم والمؤخر 2000 دينار، هي تفدي نفسها ب3000 دينار أيضا ممكن. وهو من أقسام الطلاق البائن. شلون يعني طلاق بائن؟ يعني ما في عدة رجعية. شلون يعني ما في عدة رجعية؟ يعني في وقت العدة ما يقدر الزوج يرجع له وش يقول؟ أنت زوجتي مرة ثانية. هذا يسمونه طلاق بائن. ولكن في فترة العدة يحق للمرأة أن تتراجع فترجع عن البذل خلال هذه الفترة وتقول له رجع لي فلوسي، فش يصير هو؟ يرجع لها ويرجعها كزوجة من دون عقد جديد مرة ثانية. في الخلع هي أعطيتها فلوس طلقني، طلاق خلعي، طلقها طلاق خلعي، صارت طلقة بائنة. ولكن في مجال للرجوع في فترة العدة. شلون؟ تقول له رجع لي اللي عطيتك، فهو يرجع هذه ويرجعها كزوجة بدون عقد جديد، بدون مهر جديد، فتعود العلاقة الزوجية بينهما من جديد. هذا الطلاق الخلعي. عندنا المباراة أو المبارأة، النوع الثالث، أيضا هذا النوع من أقسام الطلاق بالعنوان العام. لكن متى يقع؟ لما يكون الزوج يكرهها وهي تكرهها، وهو نافر منها وهي نافرة منه، بس يقول أنا ما طلقك، اللي بتسوينه سوي. هي شو تسوي؟ تقول يا معود أرجع لك المهر بس طلقني، احنا اثنين نكره بعض. يوافق، هني ما يصير طلاق خلعي، غلط. وهذا يحصل في بعض القضايا، ان يشتبه الامر على القاضي او هما ما يبينون القضيه، فيصير طلاق خلعي، والواقع انه طلاق شنو؟ مباراه ومبارأة. ليش؟ لان اثنينهم كارهين بعض، بس هو مو راضي يطلق الا ان ترجع له شيء، تعطي شيء. ويتم بفديه من الزوجه. ولذا لانه من انواع الطلاق، اذا بارأها مره طلقها الثانية، طلقها الثالثة، طبعا كل مرة يرجعها يعني يتزوج من جديد، صاروا كم طلقة؟ ثلاث. صارت ما تقدر ترجع له إلا بعد أن تتزوج من زوج آخر وتطلق وتعتد، بعدين يلا يقدر يرجعها. ليش؟ لأن المبارأة من أنواع الطلاق. ليش سموه مبارأة؟ سمي بذلك لأن الزوجة تبرئ زوجها من حقوقها لكي يخلي سبيلها فيطلقها على هذا الشرط. أحكام المبارأة كأحكام الخلع مع فروق بسيطة. فالفدية في المبارأة مثلا، واحدة من الفروقات إن الشيء اللي هي تقدمه، المال اللي تقدمه، لا يجوز أن يكون أكثر من المهر، من مهرها إيه، المقدم والمؤخر. في الخلع قلنا كيفها، تعطي أقل قد المهر كله، أكثر من كل المهر يصير. في المبارأة مالك حق تأخذ أكثر من شنو؟ من المهر اللي أنت عطيتها إياه، المقدم والمؤخر. مقدم ومؤخر 5000، ما تقدر تقول لها أطلقك ب7000، ما يصير. 5 حدك 5. وهو من أقسام الطلاق البائن مثل الخلع. ولكن يحق للمرأة
أن ترجع عن البذل خلال فترة العدة فتعود العلاقة الزوجية بينهما من جديد. يعني في فترة العدة تقول له نبي نرجع حق بعض بدون عقد جديد، عطني الفلوس، يرجع لها الفلوس ترجع العلاقة بينهم. العنوان الرابع اللي هو الفسخ، وهو ليس من الطلاق، يثبت للزوج خيار العيب. شنو يعني خيار العيب؟ افرض انت رحت السوق شريت لك شغلة 10 دنانير على اساس ان الشغلة صاحية، تمام؟ يوم رجعت البيت وجدت ان هذه الشغلة معيوبة، فيها خلل، خلل واضح، خلل يخل بقيمة الشغلة هذه او ما تقدر تستفيد منها، فلك الخيار، خيار العيب. ايضا عندنا في العقد، عقد الزواج، احيانا تكون عيوب مخفية لا يعلم عنها كل طرف من الآخر، فحين ذاك الشرع في بعض الحالات من العيوب يعطي الحق للزوج أو الزوجة أن ينهون العلاقة بدون طلاق، كأنه شيء لم يكن، بدون طلاق، ما يحتاج حتى أن يراجعون القاضي أو كذا. طبعا الآن في قانون لازم يثبتون هالحالة، بس لو نفرض أنه ما كان في هذا الشيء ما يحتاج يراجعون أحد، تنتهي العلاقة بينهم، تنفسخ. يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود إحدى العيوب المنصوص عليها في الزوجة حين العقد، يعني يوم عقد عليها كان فيها هالعيب، مو صار بعدين، كان فيها من الأصل. الآن شنو هذه العيوب؟ بحث ثاني، هذا موضوع ثاني. في مجموعة من العيوب، مو أي عيب، مجموعة من العيوب الخاصة، إذا اكتشف أن هي فيها فحين ذاك يقدر يفسخ هذا ويسترجع المهر كامل، فيكون له الفسخ بلا طلاق. ويثبت للزوجة مثل ذلك إذا علمت بعد العقد بوجود إحدى العيوب المنصوص عليها في الزوج حين العقد، مو صار شيء بعدين، يوم عقد عليها كان فيه العيب هذا بس ما قال لها. شنو هالعيوب؟ أيضا عيوب خاصة، مو بحثنا الحين شنو هالعيوب، فيكون لها الفسخ بلا طلاق، تنهي العلاقة الزوجية من دون حاجة إلى طلاق. هذا كان موضوعنا الليلة، إن شاء الله كان واضح. الحمد لله، اللهم صل على محمد وآل محمد.